أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استشكل علي قول وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول: استشكل علي قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. الخلاف على قسمين: خلاف ظهر الدليل فيه مع أحد القولين فلا يجوز لنا أننا نترك ما قام عليه الدليل ونأخذ ما خالف الدليل، هذا واحد، هذا ينكر فيه. من أخذ بقول يخالف الدليل ينكر عليه، لا قول لأحد مع الدليل أبدا، ولا اجتهاد مع النص. النوع الثاني: الخلاف الذي ما ظهر الدليل مع أحد المختلفين، كل واحد من القولين محتمل ولم يظهر الدليل مع أحدهما، هذا هو الذي لا إنكار فيه، هذا هو الذي لا إنكار فيه، لأنه ما ظهر الدليل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم.